إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. Unit 3 page 72 وحدة ثالثة صفحة 72 في كتاب النشاط التمرين D عن الجملة الشرطية، وهناك أربع أنواع من الجمل الشرطية هنا في هذا التمرين. النوع الأول فقط First Conditional. جملة شرطية مثل ما نعرف تتكون من عبارتين، عبارة if يعني العبارة اللي بيها كلمة if إذا أو لو، والعبارة الرئيسية أو بالعربي نقول جملة الشرط وجملة جواب الشرط. عبارة if الحد الفارزة، بعد الفارزة العبارة اللي ما بيها if سميها العبارة الرئيسية أو جملة جواب الشرط. في النوع الأول هنا راح ناخذ بس النوع الأول بالتمرين، في عبارة if يكون الزمن زمن الفعل مضارع بسيط، وبالعبارة الرئيسية will زاد مصدر، will زاد مصدر. مثال if you study hard فارزة، شوف حد الفارزة هاي عبارة if لأن بيها كلمة if، you will pass exams هاي العبارة الرئيسية ما بيها if بعد الفارزة تجي. عبارة if شنو يكون فيها الزمن مضارع بسيط، زمن الفعل مضارع، هذا مضارع بسيط، ورئيسية will يعني سوف، ووراها مصدر will pass سوف تنجح. إذن الجملة إذا درست بجد سوف تنجح بالامتحانات. إذن study مضارع بسيط will pass will زاد مصدر، وطبعا if ممكن تجي بالوسط يعني نقلبها هاي نجيبها هنا وهاي هنا، صير you will pass exams if you study hard بالعكس. بس هنا بالتمرين جاية كلها بالبداية، يعني أنا إذا درست بجد سوف تنجح بالامتحانات، راح أقولها بالعربي راح أجيب هاي هنا، صير سوف تنجح بالامتحانات إذا درست بجد. شوف إذا الإف جتي بالنص، المهم أنه هي الإف هنا جاية بالتمرين كلها بالبداية، لكن هذه ملاحظة سريعة فحفظنا القاعدة. بس ملاحظة أخيرة، المضارع البسيط مثل ما شرحناه سابقا في فيديو سابق، أما نضيف لأس الشخص الثالث أو بدون أس مثل ما نشوف هنا، لاحظ هنا play و plays، I, we, they, you هذا ضمائر الفاعل، I, we, they, you يبقى الفعل بعدها كما هو، مثلا I play football we play football they إلى آخره، I, we, they, you أو أي فاعل جمع. أما he, she, و it في الفعل ياخذ اس الشخص الثالث، طبعا كلكم سامعين بس الشخص الثالث، الشخص الثالث يعني هي شي ويت، من يجي وراه فعل نضيف له اس الشخص الثالث، نقول هي بلايز فوتبول، شي بلايز، ات بلايز، او فاعل مفرد احمد، ليلى، ماي فاذر، ماي براذر، اي فاعل اي اسم مفرد من يجي بعده يجي فعل لازم نضيف له اس الشخص الثالث، احمد بلايز فوتبول، مثلا ليلى بليز، وهكذا. إذن هالقاعدة راجعناها بسرعة حتى نحل التمرين، بس ننتبه إنه هاف الفعل هاف يجي أحيانا بمعنى يملك، من نضيف لاس وإنما يتحول إلى هاز، يعني ما نقول هافز لا غلط، يعني مثل بلاي بليز، وورك ووركس، جو جوز، كلين كلينز، وهكذا. بس هاف لا يتحول إلى هاز. إذن حط ببالك هاي القاعدة، فاعل جمع يأخذ play بدون S، يعني يأخذ الفعل بدون S، يوشي ويتوي فاعل مفرد لازم نضيف الفعل بعده S، ما عدا هاب، هاب يصير هاب ما نضيف له S، يعني يتحول إلى هاز عندما يكون الفاعل قبله مفرد. إذن ننتبه لهاي القاعدة. والآن نحل التمرين. Put the verbs in the correct form. الأفعال بين قوسين نضعها بالصيغة الصحيحة. من يحط لك فعل بين قوسين؟ يعني صحح. Correct. Add match the sentence have. Match يعني وصل.
عادة الماتش أو التوصيل يعتمد على المعنى، احنا ما راح ننتبه إلى هاي الشغلة، راح نتركها لأن محلول التمرين. عندنا مثلا أول وحدة دي هو حالة، if you have any problems will you call me، إذا كان عندك أي مشاكل هل تتصل بي؟ فلاحظ هنا دي، شوف الفعل ايش بيه have، وهذا الفعل مضارع في عبارة if، have مضارع، وهنا عندنا will you call me، will you call me، هنا شوف الول تقدم على الفاعل، باع هنا you will pass، يصير will you pass، ليش تقدم على الفاعل؟ لأنه سؤال. المهم الول موجودة والمصدر call موجود، إذا هنا القاعدة صحيحة. فهنا هاب هل هو صحيح لو لا؟ الفاعل شنو يو؟ قلنا الفاعل إلى I we they you، يبقى الفعل كما هو. إذا هاي الجملة صحيحة، هاف ما حولها هاز، لأن يو يبقى الفعل ورا، ما صحح كل شيء بقيها كلها. تو إف ذا زو، إذا حديقة الحيوانات، هاف أني سكسس بريدينج غوريلاز، يعني حققت أي نجاح في تربية الغوريلا؟ الجواب سي، قلنا هذا ما لنا علاقة بالماتش، إحنا حالي إحنا علاقتنا بالقواعد فقط. لأنه بالامتحان احتمال يجيب لنا الجملة محلولة، بس يريد لنا نصحح الفعل بين قوسين. They will be put back into the wild. طبعا هنا الحد الفارز عبارة if، يكون الزمن مضارع بسيط، وين المضارع؟ have. إذا بس هذا، هنا أنا will be، will زاد مصدر موجود ما لي علاقة به، علاقتي بس الفعل حاطة بين قوسين، صحيح لو لا؟ اجي باوع هاب، هذا الفعل مضارع صحيح. قلنا الفعل مضارع نوعين، لو بي اس لو ما بي. اذا الفاعل مفرد باوع ذا زو، شنو معناه حديقة الحيوان؟ حديقة حيوان وحدة لو جمع؟ ذا زو حديقة حيوان وحدة، واحنا قلنا من يكون الفاعل مفرد هي وشي وات او اي فاعل مفرد للفعل نضيف له اس، لاي بلايز ورك وورد جو جوز، ما عدا هاف ما نضيف له اسم، يصير هافز يصير هاز. اذا هنا شوف زو مفرد، اذا هاف احوله الى هاز، ما اقول هافز، يصير هاز اني سكسس، واكمل الجمله. 3 اف ذا باندا، حيوان الباندا بيكام اكستينكت، اذا كان حيوان الباندا صار منقرض، اي the Chinese will feel very sad about it، الصينيين لأن هو موجود بالصين سيحزنون عليه. نعدنا will feel عبارة الرئيسية، will زاد مصدر ما له علاقة بها، أروح على الفعل become، لو بي اس لو ما بي، أباوع باندا مفرد لو جمع الباندا، باندا مفرد، إذا شو يصير؟ becomes أضيف له اس الشخص الثالث طبقا للقاعدة اللي قلناها. هنا شوف مفرد الفاعل من يكون مفرد أضيف له الفعل S، فهنا يصير become أضيف له S، becomes بس أضيف له S. If you throw away your phone، حليناها، it will end up on the rubbish dump، إذا رميت موبايلك سيكون مكانه في موقع رمي النفايات. طبعا هنا ما له علاقه بالمعنى، بس احنا كزياده للمعلومات نقول معنى، اقدر احل التمرين بدون ما اعرف المعنى. ناو ول اند اب ماكو مشكله، ول اند اللي يهمني هو الفعل، ثرو يرمي، اباوع قبل يو كل شيء ما اسوي له حسب القاعده ايضا. شوف هاي يو وراء الفعل يبقى كما هو، بقيته كما هو. روح على الفايف، if we go to Egypt، ايضا ماكو داعي اكملها، راسا اقول وي go، we I we they you، يبقى الفعل كما هو، يبقى go كما هو. 6 if my sister fail، ايضا اجي هنا فعل لو بيس لو ما بيس، هذا كل التمرين. اباوع sister my sister ما له علاقه بالماي، هاي صفه تملك، المهم sister اخت مفرد لو جمع مفرد. اذا هنا قلنا من يكون الفاعل مفرد شو نضيف له الفعل؟ اس، اس الشخص الثالث. فأقول if my sister fails this exam، إذا رسبت بالامتحان she will have to retake it،
عليها أن تؤديه مرة أخرى. إذا حل التمرين نحفظ القاعدة هاي، مضارع بسيط بول، بس انتبه على المضارع البسيط، قبل فاعل مفرد أضيف لأس، قبل مو مفرد جمع أو I with you يبقى كما هو، ما عدا الهاف انتبه له، من أريد أضيف لأس أحوله إلى هاز مثل ما قلنا بالجملة الثانية.